أن هناك تكليفات واضحة ومحددة صدرت من الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل المجالس التصديرية بضرورة زيادة الصادرات المصرية إلى نحو 100 مليار دولار خلال 3 سنوات على الأكثر. إحنا النهاردة قيمة صادراتنا لا تتجاوز 25 مليار دولار، مطلوب أن إحنا نزودها إلى 100 مليار دولار. وصادرات مصر من الأسماك العالية القيمة يمكن أن تساهم وبقوة في الوصول بالصادرات المصرية إلى الرقم 100 مليار دولار. حلم كبير جدا وقادرين نحققه، ولكن يجب أن نبدأ أولا بتكويد كل المزارع المصرية المنتجة للأسماك، ولتكن البداية من المزارع الكبرى، مزارع قناة السويس، مزارع بركة غليون، مزارع شرق التفريعة، كلها مزارع كبرى يتحدث عنها العالم الذي ينتبه إلى قطاع الاستزراع السمكي ويعلم أهمية هذه المشروعات. فإذا تم تكويدها بشكل كامل وتطبيق نظم التتبع داخل هذه المزارع ستفتح لها أسواق العالم. ده كان آخر كلامنا النهاردة ببرنامج الجدعان. انتظرونا غدا الجمعة الساعة 7 مساء على قناة القاهرة والناس 2 وبرنامجكم الجدعان.